ومن أستاذ عمرو أديب للناقد الرياضي المحترم أستاذ محمد سيف. يمكن إحنا الاتنين شركاء البرنامج وإحنا الاتنين بنكن الأستاذ محمد سيف دايما مشاعر طيبة وشخصية خلوقة من نقاد الرياضيين الزملكاوية. ولكن هي دي الرسالة يا جماعة، القصة مش عندنا أهلي وزمالك بقدر ما أنت بتقول إيه. ودايما زي ما بنقول لكم إحنا بنتناقش في أفكار وكلمات مش أشخاص أبدا. عشان كده كان ليه رأي مهم جدا بيشيد فيه بالنادي الأهلي، نشوف الرأي ونرجع نعقب. كان لازم التوضيح إن موسيماني بيرغب في الاستمرار مع النادي الأهلي. هي وكان عنده رأي تاني؟ إيه؟ منتخب جنوب أفريقيا، منتخب إيه؟ جنوب افريقيا. سيد الفاضل، اللي يدرب اللي بيدرب النادي الاهلي يبقى كانه بيدرب منتخب افريقيا نفسه. تشبيه كبير جدا جنوب وعظيم. مع احترامي وتقديري لجنوب افريقيا واي منتخب، انت بتدرب النادي الاهلي كانك بتدرب منتخب افريقيا. يعني شايف ان هتلاقي النظام واللوائح والاستقرار والهدوء والتعامل، مش هتلاقيها في حته ثانيه بسهوله. يعني هو مش بس حد عارف ليه النادي الاهلي عنده فريق كويس، القصه مش مختزله في ده، استقرار، لوائح، نظام، هو ده النادي الاهلي. ودي الرساله لبعض النقاد الزملكاويه، الكلام لما بيكون طالع من العقل بيوصل للعقل والقلب فبتصدقه، الكلام اللي بيطلع من البعض دايما تقليل من سكواد النادي الاهلي والبعض عنده لاعبين اكتر، القصه مش كده. قصة زي ما الراجل قال، النادي الأهلي بيمتلك منتخب أفريقيا، والأهم من ده أنه بيمتلك منظومته. شكرا للناقد المحترم محمد سيف، وما بشوفهاش مجاملة بقدر ما هو صوت زملكاوي رشيد بيدي النادي الأهلي حق. لحظة بقى من فضلك، قول طبعا. طبعا تربينا على طبعا الأستاذ محمد سيف العظيم. مش أول مرة يقول الأراء دي. الأستاذ محمد سيف بيتمتع بعقلية رياضية مرنة جدا، بيذكرني انا شخصيا بالراحل فايز الزمر، الزملكاوي اللي لا تملك غير انك تحبه فقط لا غير. انا بتشرف بصداقه الاستاذ محمد سيف، والحقيقه الاستاذ محمد سيف مش بس موقفه في المرات دي بس، لا قبل كده كان يعني خد باع طويل في فكره توضيح للناس ان وكاله الاهرام عمرها ما كانت بتجامل النادي الاهلي، وكان له تصريحات في خصوص القضية دي، وقال يا جماعة وكالة الأهرام بتكسب من التعاقد مع النادي الأهلي، ولو أي وكالة تانية شايفة في أي نادي آخر إنها تقدر تكسب فطب ما الموضوع ما تتقدم. وبالتأكيد بنشكر الآراء الموضوعية للأستاذ محمد سيف، ونتمنى إن هو يتواجد بشكل أكبر على الشاشة، لأن النماذج اللي زي أستاذ محمد سيف كلنا بنتعلم منها.